هناك مرحلة ثانية لهذه المشاورات، لكن لا، أنا نتحدث عن الأرضية المتواجدة حاليا لحدوث نوع من الاتفاق أو لإنجاح هذه المشاورات. ماذا عن أرض الواقع في السودان؟ الأرضية السياسية الآن هل هي قادرة لاستيعاب هذه المبادرة، قادرة لانفتاح في الأفق من أجل إيجاد حل؟ الأطياف السودانية بداية، يعني الأمر يتعلق في الأول والآخر بمن اتخذ القرار في 25 أكتوبر وسبب ما نراه من انقلاب المشهد من مسار ديمقراطي إلى مسار آخر في خلاف كبير جدا. وحتى هذه الخطوة التصحيحية التي قال الفريق البرهان أنها من أجل رأب الصدع ومن أجل منع السودان من الانزلاق، للأسف الشديد أن هذه الخطوة هي كانت سبب ما نراه من انتكاسة كبيرة في المشهد السوداني. المشهد السوداني للأسف الشديد يحتاج إلى إرادة قوية من الفاعلين، بداية العودة إلى الخط اللي هو الدستوري الذي كان قائما، تشكيل هذا المسار الدستوري وفق المعطيات التي استجدت، قراءة الأمور التي أدت إلى هذه الانتكاسة فيما قبل 25 أكتوبر، القوى السياسية الفاعلة التي كان لها دور واضح مثل قوى الحرية والتغيير عليها أن تقرأ المسار الذي كانت عليه وما تمارس نقد الذات. بالتأكيد يجب أن يكون هناك شجاعة من الجميع وأن يمارس نقد ذاتي، أن يكون هناك استيعاب لكل القوى الوطنية الفاعلة في إعادة قراءة المشهد.